رسميا ولأول مرة في تاريخه نادي الفيحاء يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الاتحاد بنتيجة 1-0. الهدف الوحيد سجله محمد بوسبعان. الاتحاد حاول وخلق العديد من الفرص ولكنه واجه حارس صعب، الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش كان بالمرصاد لمهاجمي الاتحاد. تصدى 9 كرات في هذه المباراة يا سادة، 6 منها من داخل منطقة الجزاء. الله عليك يا فلاديمير، فعلا حارس أسطوري وخرافي في هذه المباراة، كان استثنائي. والفيحاء في هذه النسخة من كأس خادم الحرمين الشريفين لم يستقبل سوى هدف واحد فقط يا سادة، وسيواجه الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نادي الهلال. ألف مبروك لجمهور الفيحاء وهارد لك لجمهور الاتحاد.